خلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا في الاستوديو لميا عشان نعرف منها اخبار واسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك باسان. صباح الخير عليك احمد، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع متوسط اسعار صرف العملات الرسميه النهارده. دولار امريكي سعر البيع فيه 22.96 والشراء 22.85. اليورو سعر البيع فيه 23.1 والشراء 22.89. جنيه استرليني سعر البيع فيه 26.64 والشراء 26.50. فرنك سويسري سعر البيع فيه 23.20 والشراء 23.8. اليوان الصيني سعر البيع فيه 3.17 والشراء 3.15. ريال سعودي سعر البيع فيه 6.11 والشراء 6.7. دينار كويتي سعر البيع فيه 74.19 والشراء 73.82. واخيرا الدرهم الاماراتي سعر البيع فيه 6.25 والشراء 6.22. ومن العملات الرسميه لمتوسط اسعار الذهب النهارده، نبدأ بعيار 18 سعر السوق النهاردة 1029 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق 1200 جنيه للجرام، عيار 24 1371 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب 9600 جنيه. خلصنا الأسعار ونرجع تاني لباسانت وأحمد نتابع معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لبي.